لما نيجي للكارديو فاسكولار سيستم او السيركولاتوري سيستم اللي هو الجهاز الدوري، ده جهاز مهم جدا درسته وبينزل في الامتحانات كتير. خد بالك معايا، اول حاجه هنشوفها الجهاز ده بيتكون من الهارت والبلاد فيسلز. الهارت اللي هو القلب، بلاد فيسلز اللي هو الاوعيه الدمويه. اما نيجي نشوف الهارت، الهارت ده متكون من جزئين، الجزء الايمن اللي هو رايت سايد والجزء الايسر اللي هو ليفت سايد. الجزء الايمن كان من رايت اتريوم اللي هو الاذين الايمن والرايت فينتريكل اللي هو البطين الايمن. يبقى الرايت اتريوم اللي هو الاذين الايمن وده البطين الايمن. الاذين الايمن اللي هو رايت اتريوم بيستقبل الاورده من الدم الوريدي من الجسم كله عن طريق وريدين، وريد كبير فوق وريد كبير تحت. الوريد الكبير اللي فوق اسمه سوبيرو فينا كيفا والوريد الكبير اللي تحت اسمه انفيرو فينا كيفا. كل ده بيصب في الرايت اتريوم. الدم ينزل من الرايت اتريوم الفينس بلاد يروح للرايت فينتريكل، وبعدين الرايت فينتريكل يزقه بعد كده او يدفع هذا الدم للبلمونري فينز لللنج للرئتين عشان يتاكسد. فيبقى عندي الرايت سايد اوف ذا هارت عباره عن رايت اتريوم ورايت فينتريكل. ليفت سايد اوف ذا هارت في عندي ده شايل اوكسجينيتد بلاد وده ليفت اتريوم وليفت فينتريكل. ليفت اتريوم جايب الاكسجينيتد بلاد عن طريق اربعه فينز اسمهم بالموناري فينز، دول يجيبوا الاكسجينيتد بلاد ينزلوه للليفت فينتريكل. يعني ليفت اتريوم هيبعت ليفت فينتريكل عن طريق فالف اسمه مايترال فالف او الصمام المايترالي. بعد كده الدم الاكسجينيتد يطلع عن طريق الاسندنج اورطا، الارش بتاع الاورطا، وينزل بعد كده للايه؟ الديسندنج اورطا، توزع على كل انحاء الجسم. ما علينا، اللي احنا هنشوفه دلوقتي اللي هو الهارت، it comprises of two sides، يتكون من جزئين، right side ادي right side وادي left side، right side right atrium و right ventricle، right atrium و right ventricle، left side left atrium و left ventricle. القلب ده بيجي له شرايين، الشرايين بتغذي القلب وبتغذي عضلات القلب نفسها اسمها الشرايين التاجية اللي اسمها coronary arteries. ديت اللي بتغذي عضلات القلب، ودي بتوزعه بيلف حوالين القلب داير ما يدور كده زي التاج، عشان كده بيسموها الشرايين التاجيه. عندي اتنين شرايين تاجيه، رايت ده رايت وده ليفت، ده رايت كورونر ارتر وده ليفت كورونر ارتر. دول اللي احنا بندي لهم اسم اللي بيسموهم الشرايين التاجيه. يبقى الارترز اللي بتغذي القلب اسمها الشرايين التاجيه. الفينز، الفينز رينج اوف ذا هارت اللي هو الفينز اللي بتتجمع من الهارت نفسه، بتجمع كلها في فين اسمه كوروناري ساينس، والكوروناري ساينس ده بينتهي هنا في الرايت اتريوم، في الرايت اتريوم. يبقى الارترز بتغذي الهارت اسمها كوروناري ارترز، والفينز اللي تلم الفينس بلاد من الهارت اسمها كوروناري ساينس، او الفين الكبير اسمه كوروناري ساينس. يبقى ده اجزاء الكارديو فاسكولار سيستم.